على اي حال بنبدا دايما معاكم حلقه صباح الخير يا مصر باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن اهمها افتتاح سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي امس لمحور التعمير واللي بيعتبر اضافه ونقطه تنمويه جديده في منطقه غرب الاسكندريه. المحور بيمتد بطول 35 كيلومتر من تقاطعه مع طريق القاهره الاسكندريه الصحراوي ولحد طريق سيدي كرير مطار برج العرب، وواقع 9 حارات مروريه لكل اتجاه، ده بالإضافة لافتتاح تطوير محطة مصر ومحور 54 وكوبري الدوران بالإسكندرية والمرحلة الثالثة من مشروع بشائر الخير 2. وخلال هذه الافتتاحات اللي تمت يوم أمس، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن الدولة المصرية بتضع كل عوامل النجاح والاستدامة في المشروعات اللي بتقوم بتنفيذها، من أول تصميمها وتخطيطها واختيار موقعها، بالإضافة أيضا لأعمال التنفيذ علشان يخرج هذا المشروع في أبهى وأفضل صورة ممكنة. سيادة الرئيس أيضا اتكلم عن خطة الإسكان في الأسكندرية، وقال أنه حيتم إنشاء من 500 ألف إلى 1 مليون وحدة سكنية في هذه المحافظة في الكام سنة اللي جايين. أنا ده اللي أنا عايز بس نبص عليه، لأن إحنا لما المشروع ده فكرنا إن إحنا نعمله هو يمكن موجود يعني في غرب اسكندرية، وكان يمكن الحركة بالنسبة له هتبقى كانت إلى حد ما مش يسيرة، يعني مش كده؟ ما كانش فيه فندم غير يعني خلينا بس حتة حتة كده. أنا بس عايز أقول إن أنت هتبقى عندك قدرة إنك تروح للصحراوي بمحور عمر سليم، أنا بتكلم على عرض المحور، يعني بمحور لن يقل عرضه عن 5 حارات في كل اتجاه على الأقل، مش كده يا احمد؟ 6 حارات وست حارات يعني مش اقل من كده. تمام. وبالتالي انا عايز اقول ان المكان اللي اتعمل فيه المشروع، لان يمكن تكون يعني مش كل الاماكن في ذهن الناس اللي موجوده وتاريخ، يعني في تاريخ وجدان او ثقافه حتى الشعب السكندري قد تكون هي الافضل يعني، لكن عايز اقول لكم هذا المشروع ده على 1500 فدان ده رقم مش بسيط. ثم التصميم اللي معمول والاجراءات اللي اتعملت عشان يخرج المشروع ده في ابهى صوره. انا بقوله كده ليه؟ لان لما نيجي نعمل هنا تسكين او سواء كان الاسكان المتوسط او الاستثماري، حطوا في الاعتبار ان احنا حطينا كل عوامل النجاح والجذب اللي تخليكم حاسين ان انتم رايحين على مكان بيوفر لكم كل شيء. بدءا من المكان نفسه وتخطيطه وتصميمه وتنفيذه طبعا، ثم الوصول اليه. ونفس الكلام بالنسبه للجزء المشارف اللي احنا بشائر اللي احنا حاطينه في المكان دوت. لما نيجي نتكلم هنا في اسكندريه على ما يقرب من يعني 140 الف وحده ولا حاجه، البرنامج لسه ما خلص. حتى لو وصلنا ل 200 الف وحده، لان اذا كنا بنقول اسكندريه 4-4 وشويه دكتور مصطفى، فاحنا رايحين خلال مدة زمنية مش كبيرة قوي لرقم على الأقل يزيد له 500 ألف أو مليون خلال كام سنة اللي جايين. وبالتالي الأماكن اللي تم دراستها عشان تعمل نمو، احنا عارفين ان داخل اسكندرية بقت الكتلة السكانية وكثافة البناء عالية جدا. اي حد هيفكر ان احنا نكمل ده او نزود ده جوه اسكندرية يبقى بنحط ضغط جامد جدا على مرافقها وعلى البنية الأساسية بتاعتها دكتور مصطفى، وبالتالي ما عندناش سبيل غير ان احنا ننمو. ايضا في نفس السياق قال سيادة الرئيس امس انه الدولة وهي بتشتغل في المشروعات الجديدة بتراعي الحفاظ على الثروة القومية، واكد انه اي مشروع للطرق لابد ان يتفادى الاراضي الزراعية لانها ثروة قومية يجب الحفاظ عليها. خليني اقول لكم على نقطة كانت مهمة، كانت الدولة فكرت من كام سنة إن ال 18,000 كيلومتر اللي قالهم اللي هو أحمد كانت أراضي زراعية. الشرق كانت أراضي زراعية. الأرض اللي إحنا بنتكلم عليها دي اللي منهم 1500 فدان تحديدًا، دي أراضي كانت برك وسبخية. وكان كمان يعني مش هقول سر ولا حاجة، كان في خلاف بين المؤسسات الدولة على الأرض ديت. وهي أرض كلها إيه؟ مية يعني. فطب ناخدها ونعملها للناس، نردمها ونعملها للناس، هتكلفني زياده شويه، لكن في النهايه انا خلي بالكم من الكلمه اللي انا بقولها،
في النهاية أنا حافظت على الأرض الزراعية يا جماعة. يعني أنا الفدان هنا في المنطقة ديت ما 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 يعني ما يعني ما سيبوش كده مش كده يا دكتور مصطفى. ده أرض ليها الترع بتاعتها وليها المصارف بتاعتها وليها الطرق بتاعتها وجودة عالية من التربة. أنا أخليها إذا كن مع الفريق كامل وبيشرح بنقول لا يمكن نعمل طريق ياخد 1000 فدان ولا 5000 فدان يا كامل، مش كده؟ قلنا لا، حتى لو كان ده هيترتب عليه تكلفة غالية. ودي النقطة اللي أنا عايز أوضحها لكم. الدولة وهي بتخطط لإقامة أي شيء بتحط في الاعتبار ثروتها القومية. الأراضي الزراعية دي ثروة قومية يا جماعة، مش هي صحيح بتاعت مواطن في الريف عنده 10 فدانين عنده فدان عنده زي ما يكون، هي بتاعته صحيح، لكن هي في النهاية هي ثروة قومية لمصر، وبالتالي لابد إن احنا نحافظ عليها. عشان كده لما نيجي نتكلم على منطقة مشارف في العمرية، تخطيط زي ما قلت تخطيط رائع وكويس قوي، ثم احنا بنخرج بقى من الكتلة السكانية اللي موجودة وبنعمل لها محاور حركة تخدم عليها عشان ما يخشش للوصول إليها من منين؟ من المدينة نفسها، لأن المدينة ما بقتش مستحملة. أنا أقدر أعمل لكم أردم في البحيرة وأعمل مشروع مهما كانت تكلفته عشان أتحرك فيه، لكن ما أقدرش جوه اسكندرية أشيل عماير ارتفاعها 13 و14 دور بالألف عمارة يا دكتور مصطفى عشان أعمل طريق، مش هقدر أعمل كده. وبالتالي كفاية اللي موجود جوه ونعمل الحركة لناخد أرض زراعية لكن لو في اراضي زي اللي احنا خدناها دي بنعملها وفي حتت وفي اماكن اخرى احنا مخططين ليها، اقدر اوصل بحجم العمران اللي انا عايزه في اسكندريه يلبي مطالب الناس، ومش بس كده ويغير لمواطنينا اللي هم عايشين في مناطق غير مخططه بشكل او سلبيه او ما فيش خطره خلاص. سيادة الرئيس أيضا ركز على دور الدولة المصرية في حماية المواطنين من زيادة أسعار الخدمات، اتكلم تحديدا عن أسعار الكهرباء والغاز والسماد، وقال إن تم الحفاظ على أسعار الخدمات دي لأن لو تم وضع التكلفة الحقيقية ليها هتكون فوق طاقة كل الناس. أنا عايز أقول إن الدولة حاولت، والهدف من التقديم أو من العرض اللي الدكتور هاني بتقدمه لينا كلنا، هو الهدف منه ان احنا كدولة عايزين نقول للناس سواء كانوا مسؤولين او مثقفين او اعلاميين الحكاية ايه بشكل احنا شايفينها ازاي، ثم احنا كدولة عملنا فيها ايه، مش كده يا دكتور؟ مظبوط يا فندم. طيب انا بس جيت على البند رقم، يعني بغض النظر عن الاجراءات اللي احنا عملناها ديت، ممكن حد يقول لي مش كفاية زودته شوية ولا ده مش كفاية، انا موافق انها مش كفاية، بس انا عايز اقول اننا كان ممكن قوي الرقم ده بالحد الأدنى يزيد عن كده، بس اجي على بند 4 ده ما قربش منه كتير، واخد بالك يا دكتور مصطفى؟ بس انا كده انا زودت الحد الأدنى للقطاع الحكومي يا دكتور، مظبوط، لكن بقيه الدوله مش كلها حكومه، في قطاع خاص، الاغلبيه قطاع خاص، وما اقدرش افرض عليه في ظل الظروف اللي بتحصل واضطراب سلاسل التوريد والمشكله اللي موجوده في الاسعار بتاعه مستلزمات الانتاج اللي بتيجي من بره، لان لما برضو الدكتور هاله ذكرت لنا وقالت لنا ان في مشكله طاقه موجوده في اوروبا بشكل او باخر، لازم تعرفوا ان ده هينتج عنه ان اسعار المنتجات الاوروبيه اكيد هتزيد. ليه؟ عشان يعوض التكلفه، يعني هو مش هيدفع في الطاقة سعر أكتر مما كان بيدفعه، وده ما ينعكس على السلع اللي بيطلعها، مش كده؟ مظبوط يا فندم. أنا بس حاجة برضو تاني عند بند 4 وأقول إيه هنا، وأنا يمكن قلت دي بشكل أو بآخر أثناء لقائنا في المنصورة، قلت لما حد كان بيكلمني على السماد قلت له إن إحنا لو حطينا التكلفة الحقيقية للسماد وللكهرباء يعني هيبقى فوق طاقة الناس. صحيح. فأنا بس عايز أقول لك رغم إن الإجراءات الدكتورة بتقولها يعني كده، لكن أنا بتوقف عند بند 4 فقط يا دكتورة هالة، وبقول للمصريين كل المصريين لو أنا جيت ما جاتش على بند 4 ده فقط وما تعاملتش معاه والدولة
حطت ارقام او هتتحمل ارقام ضخمه جدا جدا في قطاع الطاقه، كهرباء انا بتكلم، والغاز يمكن لزودنا بنسبه كبيره الثمن الغاز الحقيقي اللي زاد اكتر من 170% ثمنه عن الاسعار السابقه يا دكتوره. مظبوط. يعني النهارده لو وزاره الكهرباء بتاخد الغاز بالثمن ده يا دكتور مصطفى، ولا مصانع الاسمده في مصر بتاخد الغاز بالسعر ده. ده واحد. نمره اتنين، برضو الكهرباء لو احنا بنتكلم على سعر حقيقي بعد زياده تكلفه انتاجها هيبقى غاليه قوي. صحيح. سواء على المصانع او على المواطنين، وده ما حصلش. ايضا امس وجهت السيده انتصار السيسي قرينه رئيس الجمهوريه التحيه الى كل ايادي الخير في مصر الذين يعملون ليلا ونهارا لبناء وطنهم دون انتظار مقابل. وقالت السيده انتصار السيسي عبر صفحتها الرسميه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: انني اتوجه اليكم في اليوم العالمي للتطوع بكل الشكر والتقدير، فانتم امل مصر ومستقبلها. كمان امبارح كان في اخبار واحداث كثيره، ابرزها متابعه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للجهود اللي قامت بها اللجنه الطبيه العليا والاستغاثات بالمجلس، واللي تضمنت صدور 259 قرار علاج على نفقه الدوله، وكان ايضا اجراء 132 عمليه جراحيه خلال شهر نوفمبر اللي فات فقط. منها ايضا ان فريق محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي شهد المرحله الرئيسيه لمشروع مراكز القيادة التعبوي فتح 5، ومنها أيضا أخبار تانية هنعرفها في السياق التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للجهود اللي بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، واللي تضمنت صدور 259 قرار علاج على نفقة الدولة وإجراء 132 عملية جراحية خلال شهر نوفمبر اللي فات. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي فتح 5، واللي بتجريه المنطقة الشمالية العسكرية وهيستمر لعدة أيام، وده بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. امبارح وصلت شوادر كلنا واحد استقبال المواطنين للحصول على سلع بأسعار مخفضة، وده بعد مد المبادرة لحد نهاية السنة في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين. وقالت وزارة الداخلية إن المبادرة بتوفر كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تصل ل 60%. نروح مع حضراتكم دلوقتي لجولة المحافظات، فمعانا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات، منها إنشاء أول جامعة خاصة في الوادي الجديد لخدمة أبناء المحافظة، وزيادة القروض الممنوحة للشباب ل 50,000 جنيه في الدقهلية، أيضا تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانا على الأسر الأولى بالرعاية في الغربية، وأخبار تانية كتير هنعرفها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من أسوان اللي تم فيها تدشين الأتوبيس النهري بعد الانتهاء من تنفيذ عملية الإحلال والتجديد بتكلفة 1.7 مليون جنيه، وده من خلال الشركة المصرية لبناء السفن بالترسانة البحرية بالإسكندرية. في الوادي الجديد تم الإعلان عن موافقة وزارة التعليم العالي على إنشاء أول جامعة خاصة بالوادي الجديد لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وده ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم الجامعي والتوسع في إنشاء الجامعات الجديدة. في الغربية نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة معرض لتوزيع الملابس الجديدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بقرية الهياتم مركز المحلة الكبرى. في شمال سيناء نفذت مديرية القوى العاملة بالمحافظة زيارات لعدد من مواقع العمل الخاصة بالشركات،
وتم تسليم وثائق التأمين ضد الحوادث الخاصة بالعمالة غير المنتظمة للمستفيدين منها من العمال، والاطمئنان على وجود اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمشروع. في الشرقية تم بدء العمل في رفع كفاءة ورصف الطريق الرئيسي الزقازيق دير أبو نجم من أول قرية أكوا والحد قرية صفت زريق بطول 1.5 كيلومتر. في سوهاج أعلن الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف على ما يقرب من 9000 مواطن بخمس مراكز، هي دار السلام، أخميم، طهطة المنشأة، وطمة، وده من خلال 9 قوافل طبية مجانية استهدفت القرى الأكثر احتياجاً خلال شهر نوفمبر. في الدقهلية وافق المحافظ الدكتور أيمن مختار على زيادة القروض الممنوحة من جهاز شباب الخريجين من 40,000 ل 50,000 جنيه لزيادة معدل الإنتاج وتشجيع إقامة مشروعات جديدة. في جنوب سيناء تم البدء في زراعة 70,000 شجرة بأنحاء مختلفة من المحافظة في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون شجرة. في قنا افتتح المحافظ اللواء أشرف الداودي وحدة العلاج الطبيعي وأعمال تطوير الخدمات بوحدة العناية المركزة وقسم العلاج على نفقة الدولة ومعمل التحاليل PCR بمستشفى الحميات والكبد والجهاز الهضمي بمحافظة قنا بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليون جنيه.